في البداية خليني أعرف كده من حضرتك مؤخراً إيه الإضافة اللي حصلت، لو هنتكلم عن مجال التمريض تحديداً، إيه اللي حصل من قبل الدولة المصرية لدعم هذا المجال؟ في الحقيقة هو حصل يعني حاجات كتير جداً، بداية من الدعم السياسي اللي احنا شهدناه أيام فترة كورونا، وده كان ملحوظ لكل الفريق الصحي، الدعم الأدبي المعنوي المادي العلمي. عايزة أقول إن أول مرة في حياة التمريض يمثل في البرلمان المصري عضو مجلس شيوخ نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض، والدور الإيجابي في الحقيقة والبلاء الحسن اللي قابلوه أثناء فترة كورونا. ومن الحاجات اللي اتضافت المهمة جدا 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 هو زي ما حضرتك قلت كده تعليم التمريض، خاصة التعليم الفني، والاهتمام باستكمال الدراسة من خلال برامج اتعملت من الدولة لوصول التمريض القدامى لدرجة البكالوريوس، من الدبلوم للبكالوريوس. وده في الحقيقة يعني احنا يمكن كانت خطوة متأخرة في مصر، لكن كل دول العالم عندهم مستوى واحد فقط لتعليم التمريض وهو كليات التمريض. فاحنا بنسعى جاهدين ان مستوى التمريض في مصر يكون مستوى واحد هو البكالوريوس. احنا كنا يعني في الحقيقه كنا في يمكن السبعينات والثمانينات كنا 6 مستويات، النهارده مستويين فقط زي ما حضرتك قلت، عندنا التعليم الفني للتمريض والتعليم العالي من خلال كليات التمريض. رؤيه وزاره الصحه ورؤيه التامين الصحي الشامل هيئه الرعايه الصحيه قبول التمريض بعد الثانويه العامه مستوى واحد ان شاء الله. فيعني ملف التعليم ده مهم جدا طبعا، ولازم احنا في الحقيقه مش يعني لازم ننظر لكل دول العالم المتقدم اللي بيقبل التمريض بعد الثانويه العامه اللي التمريض مستوى واحد فقط. وهنا انا بتعلم وبخرج ممرضات وممرضين مؤهلين، مش عشان نقول ان التمريض مستواه العلمي فقط، لكن بينعكس على المستوى المهني والمهاري اللي بيه يعني بندي خدمه ذو جوده عاليه للمواطن والمريض المصري.